شاء الله هنعمل مع بعض كيكة بيضة واحدة بس وبالفروتة المسكرة. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة بيضة واحدة بس وبالفروتة المسكرة اللي عملناها مع بعض. المقادير اللي معايا كوبايتين دقيق، كيس بيكنج باودر، كوباية سكر، كوباية لبن حليب، نص كوباية زيت، بيضاية بدرجة حرارة المطبخ، معلقة كبيرة خل أبيض، نص معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة برتقان باودر اللي هو قشر البرتقان اللي عملناه مع بعض، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف، والإضافة الفروتة المسكرة برضو اللي عملناها هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. نبدأ كده ونسمي على بركة الله. بسم الله. هضيف البيضاية بتاعتي، هضيف عليها معلقة البرتقان الباودر، قشر البرتقان الباودر، هنا قشر البرتقان بدل الفانيليا، وهحط معلقة الخل الأبيض، معلقة كبيرة خل أبيض، وهضرب البيضاية كويس. هضيف كوباية اللبن، نص كوباية الزيت، كوباية السكر، بضرب كويس بالمضرب اليدوي لحد ما السكر بتاعي يدوب وما يبقالهوش اثر خالص. ضربت كويس بالمضرب اليدوي لحد ما السكر بتاعي اختفى تماما. معايا كوبايتين الدقيق، هحط عليهم كيس البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة ملح، وهقلب كويس. هضيف الدقيق حبة حبة على الخليط السائل اللي معايا. هضرب بالمضرب كويس لحد ما الدقيق بتاعي يختفي تماما واحصل على قوام الكيكة بتاعتي. اهو يا حبايبي ضربت الدقيق كويس لحد ما اختفى تماما، حصلت على قوام الكيكة اللي انتوا شايفينه السايل. هضيف دلوقتي شوية من الفروتة المسكرة اللي عملناها من قشر البطيخ، اهو شايفين، شوف الكمية اللي تريحك، يعني كتير او شوية حسب ما تحبي، بس كده كفاية. عندي القالب بتاع الكيكة دهناه ومبطناه بالدقيق زي ما انتوا شايفين، هنزل بخليط الكيكة، بسخن الفرن على درجة حرارة 180، مشغلة الفرن من نص ساعة بالظبط عشان اول ما ادخل الكيكة بتاعتي ترتفع في الفرن، ما ينفعش ادخل الكيكة والفرن مطفي واشغله بعد ما الكيكة تدخل، لا لازم اشغله قبلها بنص ساعة. الكيكة بتاعتي هتدخل الفرن على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص، هتقعد حوالي 45 دقيقة، بعد ما تطلع هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي الكيكة بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن قعدت حوالي 45 دقيقة على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. بصوا شكلها جميل ازاي. انا هرش عليها سكر بودر، بصوا يا حبايبي شكلها جميل ويفتح النفس ازاي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل الكيكة بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.